من وقت ما أعلنوا وسام بريدي وريم السعيدي عن خبر ارتباطهم من بعد قصة حب، العيون كلها بتلاحقهم وين ما بيكونوا، وآخرها كان في حفل توزيع جوائز ميركس دور في لبنان واللي صار من فترة. وطبعا شفناهم كتير بمقابلات مع بعض، ومن فترة صوروا فوتو ساشن خاصة لكوفر مجلة ليالينا، ولأنه وسام ما بيعمل فوتوشوتس كتير كان إقناعه شوي صعب. صحيح عذبنا وسام شوي لقبل، بس يعني عم نحاول إنه نضوي على قصة الحب اللي بتجمعهم، ومنشان هيك كان في تركيز على الانسجام بينهم خاصة بهاللوك السمارت كاجوال ويلي قليل ما نشوف وسام فيه. ما واحد بس يكون مغروم بيصغر بصير يرجع لورا. أنا عم بكبر. بهالفوتوشوت كان في شنطة سفر بإيد وسام وكأنهم رايحين يعملوا شهر العسل، ورغم أنهم عم بيحاولوا يخفوا كل التفاصيل عن علاقتهم إلا أنه نحن سألناهم أيمتى موعد العرس. نحن ما عندنا شيء نخبيه، يعني من أول نهار كنا واضحين أنه في مصلحة بتجمعنا، وهيدي المصلحة لا بالعكس ما عندنا شيء نخبيه، يعني في أحلى من هيك كابل؟ في أحلى من هيك؟ خلاص، ولا أهم من هيدا كله هو جوا، في شيء كتير حلو بيجمع. ومع أنه وسام حاول يغير الموضوع إلا أنه نحن أصرينا على السؤال. بس ريم تقول أبروفت، لأنه أنا عملت لها بروبوز بعد ما جاوبتني. أوبس، وهيدا شو هيدا؟ أنا أخذت الخاتم وخلص. قلتلك في مصلحة بدأ. لا بس بالعكس إن شاء الله، بس نعلن عنه وبس نتجوز ونخلص مخبركم. انجبرتني فيها وأنا مضطر، شو بدي أعمل؟ ليش الحال؟ أنا جبرتك فيه وأنت قبلت. يعني خلص، هذا اللي جنبي على جنبي. شو أنا موافق؟ رح تكون أسعد إنسان بالدنيا، لأنه أنا رح أكون أسعد إنسان بالدنيا. كلهم عم تقليهم لقيتي بالعربي، انت لو ناسي انه بكرة بتقلي انا قلت هيك وانا حكيت. ولا انه الحديث مع هالكابل كتير حلو، كملنا دردشة معهم وسألنا وسام شو اكتر شي بتحب ريم فيه. بتحب الرجال، شو يعني مثل كل نساء العالم العربي بيحبوا الرجال يكون حدهم، والحمد لله لقيت شاب فريخ صغير جديد. لا بس احلى شاب، الله يخليك. وبعد هالحديث كان لازم يكملوا الفوتوشوت، وشفنا وسام كيف مش قادر يكون سيريس، خاصة انه هي اول مرة عم بيكون موديل بجلسة تصوير. عم يغير شغله، عم يصير موديل. فيا وانا رح صير اقدم برامج سو. الموديل 2017 انا. جديد. يعني عقبال ما اشوف فوتو سيشن اعرسهم ان شاء الله. اكيد، وان شاء الله كمان يكون قريب.